يشرفني الآن أن أعطي الكلمة للمفوض السامي لتقديم تقريره. تفضل لك الكلمة السيد نائب الرئيس. حضرة المندوبين الكرام، لقد تلقى المجلس التقرير وفقا لقرار مجلس الأمن 50-1 حول حقوق الإنسان في السودان من 11 من أبريل 2022 حتى هذا العام. منذ أن اندلع النزاع في أبريل الماضي، دخلت البلاد في فوضى عارمة، وفي بعض الأحيان كما يقال إن الشعب البريء هو الذي يعاني، وذلك بطريقة لا يمكن حتى أن تقاس. خلال إحاطتي الأخيرة أمام هذه الدورة الخاصة للمجلس في مايو الماضي، لقد طلبت ونشدت القوات المسلحة السودانية والقوات المقاتلة الأخرى، نشدتها أن توقف القتال، وكذلك نشدت كافة الدول بتعزيز الجهود لحل هذه الأزمة، وكذلك هذه الجهود لم تؤدي إلى أي نتائج ملموسة وناجحة على الأرض. ما زلنا نرى نزاعا يشتعل في سياق من الإفلات من العقاب. شوارع الخرطوم والمدينة المجاورة الجنينة والمدن المجاورة الأخرى كلها إذن عرفت دماء الأبرياء فيها. البلاد بحاجة إلى مساعدة إنسانية طارئة، لأنه في كثير من المناطق كان من الصعب إيصال هذه المساعدة الطارئة. زرت السودان في سبتمبر الماضي ورأيت بلادا تعاني معاناة شديدة، لكنني سمعت كذلك أصوات أمل وتطلعات لمستقبل أفضل، ومن الفعل المؤسف أن نرى مثل هذه الأمال تشتت. فرأينا وفيات عديدة، على الأقل 900 مدني منذ اندلاع النزاع. لدينا كذلك المصابين والجرحى بالمئات، والأرقام هي حتى أعلى من ذلك. أكثر من 1,000,000 شخص ما زالوا عالقين في الخرطوم، وكذلك ما بين عمان والبحرين. المناطق السكنية يتم قصفها، والقوات تجبر الناس على الخروج من المنازل لاحتلالها. تم احتلال كذلك المستشفيات والخدمات الطبية متدهورة. كل ذلك ترافق مع نقص في الغذاء والكهرباء والمياه، والكثيرون يعانون للبقاء على الحياة. كل ذلك يمكن أن يضاف إلى اعتداءات على الحريات المدنية، وقد حرم الكثيرون من الحق في أن يدفنوا. الكثيرون ما زالوا في الشوارع أو في المنازل المتروكة. الهلال الأحمر السوداني أفاد أنه قام بدفن 180 جثة غير معروفة أو مجهولة في البلاد. العائلات عليها أن تعيش الآن في لا يقين، لا سيما فيما يتعلق بمصير ذويهم. هذه الأزمة تلقي صداها حتى في المنطقة برمتها، إنها على وشك الانفجار. أكثر من 1,000,000 شخص غادروا منازلهم، بما في ذلك 547 انتقلوا إلى البلدان المجاورة. اللاجئون والنازحون داخليا يعانون ظروف صعبة، يسيرون لأيام تحت الحر القاسي من دون ملجأ ومأوى أو مياه. السيد نائب الرئيس، إن الانتهاك الصارخ لقوانين الدولية وحقوق الإنسان في صلب هذا النزاع. أنا أدين إدانة شديدة اللهجة انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة دارفور. في غرب دارفور انفجر العنف على أساس التوترات الطائفية، وقد قتل العديدون إذا مع توقيف آخرين. 140 شخص قتلوا ما بين 24 من أبريل و 30 من مايو، معظمهم في الجنينة، لكن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم نتيجة للاعتداءات الممنهجة والواسعة النطاق
استهدفت الأحياء الأفريقية في الجنينة، ويتوقع أن يزداد هذا العدد. لم تمكن من تحقق هذه الأرقام بسبب إذن عدم تغطيتنا للبلاد في الأشهر الأخيرة. كذلك تم قطع الجنينة من إمدادات الأغذية، وهاجر 150 ألف شخص إلى تشاد المجاورة، لكن الذين يعيشون في الجنينة يخشون العودة إلى الانتهاكات، لاسيما إذ أن القوات كانت تقوم باحتلال الطريق حتى الحدود. أنا أكرر مرة أخرى، استباب إذن الأمن، وكذلك وضع رواق آمن بين جنينة والحدود. الاشتباكات الأخيرة أدت إلى قتل أكثر من 100 مدني مؤخرا، وفي يونيو وحده قتل 41 شخصا في مدينة كورتوم وفي ديالا وأيضا جنوبي ووسط دارفور. انبعثت الأعمال واشتعلت، ومعظم المراكز التابعة لمنظمات غير حكومية والأمم المتحدة تم نهبها. السيد الرئيس، إذن هذه أزمة حقوق إنسان، أزمة نراها فعلا على مدى شاسع ومستشرية وفي وتيرة لا سابقة لها في السودان. كل يوم يدفع الأطفال الثمن، مع أكثر من 13 مليون طفل في البلاد بحاجة إلى الدعم الإنساني المنقذ للأرواح، بما في ذلك 5.6 مليون في دارفور. لدينا الألاف الذين يعانون من سوء التغذية الحادة. في مركز الأيتام في نيغونا في الخرطوم 71 طفلا قد توفوا بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية، وبالتالي هذه فعلا مأساة، والكثير من الأطفال بعدها تم إجلاؤهم. كذلك لدينا إذن مراكز إيواء المسنين تأثرت بذلك. لدينا 10 من المسنين الذين توفوا لعدم تلقي المساعدة في الوقت المحدد. إن الأطراف في النزاع يجب أن تقوم بحماية المنظمات لتسعى إلى إجلاء الأطفال إلى أماكن آمنة حيث يمكن تلبية إذن حاجاتهم. ولدينا كذلك مزاعم كثيرة من العنف الجنسي لا سيما الاغتصاب. قمنا بتلقي شكاوى فيما يتعلق ب 53 امرأة وفتاة هن ضحايا للاغتصاب والعنف الجنسي، ولدينا بينهن 10 فتيات على الأقل من 20 إلى 1 من 18 إلى 21 امرأة اغتصبنا في الاعتداء نفسه. والقوات الأمنية هي التي قوات الدعم السريع هي التي تم إلقاء اللوم عليها بالنسبة إلى هذه الاعتداءات. عندما اجتمعت بإذن وزرت البلاد مؤخرا، الجنرال دالو أكدت له بأن هذه الأعمال يجب أن توقف فورا. ما زلنا نتلقى تقارير عن اختفاء قسري واعتقال تعسف المدنيين. 394 شخصا اعتبروا بأنهم مخفيين قسرا من الدارفور وحدهم، بما في ذلك 60 امرأة و12 طفلا. الأرقام قد تكون أعلى. عمليات الاختفاء أيضا تنتشر في الخرطوم وشمال كردوان. المصادر الموثوقة تفيدنا بأن الكثيرين هم الآن في عهدة قوات الدعم السريع. أنا أرحب بإطلاق سراح طبيبين كانا قد اختفيا قسرا، واحد من قبل قوات الدعم السريع، ونطالب الآن بإطلاق سراح كافة المدنيين الآخرين. أتوجه بتعاطفي إلى مدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، وكل الذين بقوا في البلاد. الكثير منهم سنحت لي فرصة اجتماع بهم في نوفمبر الماضي. أنا معجب بشجاعتهم. مدافعي عن حقوق الإنسان بما فيهم النساء يتلقون الكثير من التهديدات، لا سيما التهديدات بالقتل. كذلك هذا هو مصير الصحفيين. البعض منهم استهدف بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعية.
والكثير منهم تم اعتقالهم بطريقة تعسفية وكذلك من دون إبلاغ ذويهم عن مكانهم. السيد الرئيس، أنا أرحب إذا إطلاق عملية إطلاق النار الأخيرة تم التوصل إليها في 17 من يونيو، وأحط الطرفين على التزام بتعهدهما بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الطارئة للبلاد. إن إطلاق النار، وقف إطلاق النار الأخير، هو طريقة لوضع حد للمعاناة. أذكر الأطراف بموجباتها باحترامي إذا حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأخذ كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين والطاقم الطبي وقايتهم وحمايتهم من الضرر، وأطلب من السلطات أن تقوم بتحقيقات مستقلة وسريعة في كل الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. أذكرهم بأن عدم معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات والانتهاكات السابقة هذا ما أدى إلى العنف الحالي. يجب أن نضع حدا لإفراط من العقاب لكسر هذه الحلقة من النزاعات. لدينا الكثير من النازحين واللاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة. أشكر هذه البلدان على ضيافتها وأطلب من البلدان التي تتلقى وتستقبل اللاجئين، أطلب منها إبقاء حدودها مفتوحة، وأطلب من الأمم المتحدة إرسال التمويل للمنظمات التي تحاول أن تساعد النازحين الداخليين سواء في السودان أو خارج البلاد، ونطلب منها أيضا تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة. لدينا مؤتمر تعهدات يجري حاليا، ونأمل بأن هذا المؤتمر سوف يلبي تطلعات الشعب السوداني. اسمحوا لي أن أضيف بأن نرحب بقرار هذا المجلس بتعزيز ولايتي واختصاصات الخبير المعين حول حالة الإنسان في السودان من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات التي تنبع بشكل مباشر من النزاع الراهن. السيد الرئيس، قبل 4 سنوات انتفض الشعب السوداني لوضع حد للديكتاتورية والانتقال إلى الحرية والسلام، وكانوا قد أخرجوا أو وضعوا حدا للظلم الذي أنهك قواهم طوال العقود الماضية، وكذلك جاء الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 ليشتت أمالهم، إضافة إلى هذه الأسابيع الماضية التي عرفت سفك الدماء. الآن السودان نراها إذن في مأزق كبير ومعاناة دامية لكل الذين فقدوا ذويهم وأهلهم. الولوج في عهد من السلام الدائم يستوجب انتباهنا الكامل. علينا أن نضع حدا للعنف اليوم، وشكرا سيدي نائب الرئيس. الدائر في السودان، شكرا. وبذلك نكون قد استمعنا إلى المتحدث الأخير الذي يمكن أن يتحدث في هذا الاجتماع، وأحيل الكلمة إلى المتحدثين للرد على الأسئلة أو التعليقات قبل الإدلاء بملاحظات ختامية، وأعطي الكلمة إلى السيد المفوض السامي. شكرا جزيلا، وشكرا على هذا الحوار التفاعلي المعزز. لن أكرر ما جاء في بياني، ولكن أود أن أتحدث إليكم عن بعض الملاحظات. أولا بشكل مؤسسي وبشكل موضوعي، من الناحية المؤسسية عندما نجابه وضعا مثل الوضع في السودان، الأثر على السكان المدنيين واضح، وقد استمعنا إلى توصيف الجميع لهذا الوضع، وعلى المجلس أن يطلع بدوره، وإن لم
تعقد دورة طارئة، كنت سأقدم إحاطة إلى المجلس انطلاقا من ولايتي لأن الوضع أخذ في التدهور بشكل كبير. هذه هي النقطة الأولى. لدينا مؤسسة ومنظومة الأمم المتحدة قد أنشئت لمناقشة الأمر للاستهداء إلى الحلول لوضع مثل الوضع الدائر في السودان، ويحدوني الأمل وإذ نمضي قدما أن نبتكر أو أن نحسن الحوارات التفاعلية وأن نجد بشكل جماعي طرق لدعم الشعب السوداني بطريقة مبتكرة. وقد استمعت إلى بعض الأفكار ولكنها غير كافية، ولذا نعقد ما نسميه بالحوار التفاعلي المعزز لنقوم بعملية العصف الذهني ولنتصرف بشكل جماعي ونقف متضامنين مع الشعب السوداني. من ناحية الموضوع، وقد استمعت إلى ممثل الاتحاد الأفريقي وقد أرسلت رسالة قوية بشأن إسكات البنادق، ما من حل عسكري لهذا الوضع، أتفق معك تماما، ويحدوني الأمل أن العملية الجارية بقيادة الإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد تؤدي إلى ذلك، وعلى ذلك أن يبدأ بوقف إطلاق النار لنسمح للمساعدة الإنسانية بالوصول. هذا هو المبدأ الأول، وأرحب بشدة بما ذهبت إليه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكن الأطراف على الأرض هي التي عليها أن تحترم ذلك. هذه هي نقطة الانطلاق. ثانياً، نحن بحاجة إلى عودة الجميع إلى طاولة المفاوضات لنكمل ما بدأ. المدنيون قاموا بدورهم، المجتمع المدني قد اطلع بدوره، وبمجرد إسكات البنادق علينا أن نضمن العودة إلى العملية الشاملة التي تسمح بالمشاركة الحقيقية للجميع، ولا سيما المرأة والشباب. وكنت قد التقيت بهم وهم يتطلعون إلى سودان جديدة في المستقبل، ويجب أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من هذه العملية الانتقالية، وعلينا أن نتحرك الآن. لا يجب أن نعيد اختراع العجلة وأن نتفاوض على ما تفاوضنا عليه بالفعل. إذن نحض من في يده السلطة للسماح بحدوث الانتقال المدني. النقطة الثالثة، وذلك كذلك يرتبط بصياغة مستقبل السودان، إذن ما الذي يرغب في تحقيقه شعب السودان في هذا البلد الثري؟ أتحدث أيضا عن المساءلة، وأتفق أن العنصر الغائب هو المساءلة الفاعلة عن الجرائم التي ارتكبت، ولا يمكن أن نرسم مستقبلا للسودان دون عدالة انتقالية ومساءلة عن الجرائم التي ارتكبت والتي ترتكب حتى هذه اللحظة. النقطة الرابعة، هناك مجتمع نابض وقوي في السودان، هناك الكثير من المهنيين البارعين، يمكن للسودان أن يقدم الكثير، وعلى الحياة أن تستمر، وكل من يستطيع أن يؤثر على الوضع عليه أن يضمن أن الجهود تتجه نحو إسكات البنادق لينبض هذا المجتمع مرة أخرى. وإذ نتحدث، هناك مؤتمر رفيع المستوى لجمع التعهدات، وهو أمر حاسم للسودانيين ممن خرجوا إلى بلدان الجوار، وكذلك للمواطنين داخل البلاد ممن يتلقون العمل الإنساني. إذن إذا وفرنا التمويل المطلوب وإذا ضمننا أن هذا التمويل سيصل،
يمكن للزملاء في المنظمات الإنسانية أن يتمكنوا من إنقاذ الأرواح، وهذا أمر شديد الأهمية وعلينا أن نضعه نصب أعيننا لنمضي قدما. شكرا للسيد المفوض السامي.